السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة كويزين تحيا الجزائر. جمعة مباركة حبيباتي. الفيديو تاع اليوم إن شاء الله هو كليكلي مرقة بيضاء. إن شاء الله طريقة التحضير تعجبكم. نبدأ بسم الله على بركة الله. في طنجرة تاع الضغط حطيت كمية من الزيت، حطيت حبة بصل كبيرة، حنحط عليهم كذلك قطع من اللحم، تقدروا تعوضوه بالدجاج كذلك حيجيكم بزاف بنين. ونقلي كل هاد المواد طبعا مع الملح على نار قليلة. لما يتقل اللحم ديالي نضيف التوابل اللي هي زنجبيل، شوية كركم، شوية فلفل الكحل، وشوية قزبر ملحي مع عود تاع القرفة أو قرفة أون بودغ. أنا استعملت تاع العود باش ما تكحلش المرق. ونقلي جيدا دائما، يعني سر البنة والأساس تاع البنة هو هاد التقلية. لما تدخل كل التوابل مع بعض، ضفت هنايا زوج سنينات تاع الثوم كذلك، راني يعني نقلي فيهم مع هاد اللحم. ثم نمرق في الأول بالماء الساخن ضروري بكمية قليلة فقط في الأول، هكذا ما نخش نعوم الطنجرة ضربة واحدة. نزيد نخليها تبدا نمرق بالتدريج حتى نتحصل على المرق اللي راني حباته. ضفت الحميصه، انا الحميصه ديالي ماهيش طايبه، كانت في المجمد، ونخليها تزيد تغلي شويه. ثم نمرق في هذه المرحله حتى قسمي يتغطى لي اللحم فقط. انا مش حنحتاج كميه كبيره تاع المرق، لاني كليكلي راني رايحه نغليه، يعني راح يكون طيب لما نحطه في المرق. أنا حباته فقط يتشرب هذيك البنة تاع اللحم والتوابل. حطيت الخضر طبعا اختياري، وكيما اللفت والقرعة والجزر، حبيبة حبيبة فقط لأني نحب الخضر مع كليكلي. ونغلق على الطنجرة ديالي ونخلي كل شيء يطيب. بعد ذلك ناخذ مقلات ونحط كليكلي يعني بدون اي اضافات، كليكلي راه وحده هنايا. نقليه ونحمصه حتى نتحصل على هذاك اللون يكون وردي، هذا هو اللون اللي نتحصل عليه. في هذيك الاثناء كنت حطيت قدره تاع الماء تغلي. لما تغلي نرمي هذاك كليكلي، نرميه غير بالعقل باش ما يفاتش هذاك الماء، ما تنمرش دفعه واحده خاصه اذا كان ساخن. ونخليه يغلي مع شويه تاع الزيت والملح. طبعا بعد ما طاب اللحم ديالي والخضر نحيتهم، وضفت هذاك كليكلي اللي كنت غليته وصفيته من هذاك الماء ديالو، ونخليه هكذا يتشرب هذاك المرق. نضيف عليه كميه يعني صغيره من القرفه، رشه خفيفه فقط في الاخير. وفي الاخير كذلك قبل ما نطفي عليه نضيف عليه ملعقه تاع زبده او تاع لا مارغرين، ونطفي عليه هكذا. الكليكلي تاعنا راح يكون عنده بنه رائعه. في الاخير ها هو هنا الكليكلي بعد ما جهز. نتمنى هاد الطريقه يعني تحضروها، صدقوني رائحه ما شاء الله ويجي بزاف بنين. وكذلك الكليكلي لما نغليوه يعني يطيب بسرعه ويطيب رطب، يعني على يعني خير من اللي نفوره. اذا هكذا نحط قطع تاع اللحم ونضيف هذيك الخضر مع الحمص. طبعا تحبوا تضيفوا بيض مغلي او مشرشم للتزيين. هذا هو الطبق حبيباتي لنهار اليوم. نتمنى اذا كان عجبكم الفيديو تشتركوا في القناة مع الضغط على الجرس ليصلكم الجديد. ومن اجل المزيد من الوصفات واستمرارية القناة لا تبخلوا علي باللايكات وبالتعليقات. دمتم في رعاية الله وحفظه، والى اللقاء في فيديو اخر باذن الله.